doctor. Can you please introduce yourself? Yasser Abdelhamid, professor of nephrology, Cairo University. Doctor, what do you think about ESNT 2018? It's a great conference. أحسن من كل سنة بكتير. المواضيع الجديدة كلها ongoing في international speakers موجودين معانا كتير. مدى 4 أيام وجبة دسمة فعلاً وجبة علمية دسمة لكل الشباب الصغير وكل أساتذة أمراض الكلى. استمتعنا كتير قوي بالمحاضرات نفسها بالديسكشنز اللي جوه المحاضرات يعني الحقيقة كل ما تكون الديسكشنز غنية كل ده this means إن إحنا عندنا scientific program قوي جداً. And this was our situation السنة دي. مفيش محاضرة عدت من غير ما يكون فيها أسئلة تفتح مواضيع سايد ويز بتفتح المواضيع كلها فبالتالي كانت الحقيقة دي مميزة جداً للكونجرس السنة دي. ونأمل ان الامور الشير بتاع الناس يزيد نجاح الكونجرس بالشير بتاع البارتيسيبانتس فيه غير السبيكرز ايمننت سبيكرز الموجودين من كل مصر الحقيقه مفيش حد او مفيش جامعه في مصر مش ريبريزنتد او مفيش مكان في مصر مش ريبريزنتد باحسن ما عنده في الكونجرس ده نتمنى ان شاء الله ان كل سنه يكون احسن زي ما احنا متعودين من اس ان تي كل سنه بيكون احسن كل سنه بيتقدم كل سنه في حاجات جديده بنعرض دايما الجديد في النفرولوجي Doctor, what's the definition of etiology and the classification of acute kidney injury? Acute kidney injury classified. في two classification. في يعني two classifications ممكن يكلاسيفاي بيهم the stages بتاعت acute kidney injury. According to Rifle criteria أو the Akin criteria. بتعتمد الاثنين دول بيعتمدوا على the decrease في the urine output, elevation of serum creatinine اللي ممكن يحصل. With timely occurrence of this condition. Acute kidney injury مش حاجة ممكن أحكم عليها في خلال أيام، دي في خلال ساعات. وبالذات في الـ ICU setting, especially in ICU settings. يعني within 3 hours, the patient may be different upon the next 6 hours عن second 12 hours وهكذا. الـ Rifle criteria اعتمدت على الـ measurement بتاع الـ serum creatinine, estimated GFR, the measurement of urine output. في خلال فترات قليلة لغاية ما نوصل من ستيج 1 إلى ستيج 4 اللي هي ستيج ديبندنت أون دايس. في أسباب كتيرة الحقيقة للأكيوت كيدني إنجري أهمها على الإطلاق اللي هي نقدر نقسمها إلى بري رينال رينال أند بوست رينال. بري رينال كونديشنز اللي هي الحاجات اللي بتقلل الرينال برفيوجن بتقلل لي بلاد سبلاي الكلى زي Drop blood pressure, زي ال dehydration, زي severe diarrhea, زي ال cardiorenal, حاجات congestive heart failure, حاجات الرينال intrinsic renal, زي acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis ممكن يحصل من prolonged dehydration أو من prolonged hyperperfusion to the kidney. ممكن يحصل ischemic acute tubular necrosis أو drugs, which is very common. إن إحنا نلاقي acute kidney injury. Due to drugs, بيحصل direct insert to the kidney tubules, تعمل what's called acute tubular necrosis. أشهر drugs اللي ممكن تعمل حاجات زي كده ممكن نلاقي gentamicin, ممكن some antibiotics. دي من الحاجات اللي ممكن تكوز direct injury to the kidney tube. ممكن نلاقي intrinsic renal disease زي rapidly progressive glomerulonephritis. زي acute interstitial nephritis. Acute interstitial nephritis من أهم أسبابها برضو drugs. Drugs زي non-steroidal anti-inflammatory drugs ممكن تعمل لي acute interstitial nephritis ويجي العيان presenting by acute أو rapid deterioration of kidney function what's called acute kidney injury. Post-renal obstruction, renal obstruction. Renal obstruction إذا كان due to stones أو إذا كان due to something like masses إذا كان due to العين عنده one single function kidney أو على مستوى اليوريثرا أو bladder obstruction ممكن يعمل لي acute renal tract obstruction ممكن يعمل acute kidney injury. من أهم الأسباب اللي بنشوفها بقى في مجالي اللي أنا بشوف ليه كان مجال محاضرتي السنة دي في الـ ESN عن sepsis induced acute kidney injury. عيان اللي جاي بـ infection ومحبوس في الـ ICU. This patient بيبقى exposed to specific type. Kidney injury عن كل الكوزز دي. العيان بيبقى due to a
الليبوبوليساكرايد اللي هي في الاورجانيزم في الجرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزمز بيت انيشيت كاسكيد اوف انفلاميشن سبيسيفيك كاسكيد اوف انفلاميشن برو انفلاماتوري اند انتي انفلاماتوري سايتوكاينز الاثنين دول انتر اكت جذر عشان يعملوا اون جوينج بروسيس ان اديشن تو الهايبرفيوجن على كده. It is not only hyperperfusion. احنا ممكن نلاقي سبسس انديوست اكيوت كيدني انجري ويكون في نورمال كيدني بيرفيوجن. ممكن نلاقي نورمال رينال بلاد فلو. اللي بيحصل ان في هايبرفيوجن على مستوى الكيدني نفسه بيحصل ريدكشن في الجلوميرال فلتريشن ريت ريلاتيف تو كاردياك اوتبوت. يعني ريلاتيف ريدكشن نوت ابسوليوت ريدكشن كاردياك اوتبوت بيحصل منه الاوليجوي. So long the process is continuing بتفضل المشكله موجوده حتى لو حسينا الكيدني بيرفيوجن. لا ما اقدرش اعتبره ان هو توتالي بري رينال. في بري رينال اليمنت معاك في بوست رينال اليمنت. الحل ان انا تو دايركت ذس بروسيس تصميم ان انا لازم تو كومبات ذس انفكشن في سبيسيفيك تريتمنت للاكيوت كيدني انجري اندر ترايلز كلها حاجات ان انا كومباتنج ان اديشن تو كومباتنج الانفكشن او ان اديشن تو انتيبايوتيك تريتمنت اوف انفكشن. لكن زي مثلا اندر ترايل زي الالكالاين فوسفاتيز زي اليوز اوف اندوكاندامبينويد اجونست زي الرينال اسيست ديفايس زي الرول اوف سي ار ار تي كاميونو ميديوليتر كل الحاجات دي اندر ترايل. لكن لسه ما فيش سبيسيفيك تريتمنت نقدر نقول ان هو دايركتيف. السبورتيف تريتمنت ان انا بقدر استعمل اليوز اوف اي بي فلوت وان اديشن تو مينتنس اوف كيدني بيرفيوجن بالفازوبريسرز. اليوز اوف اي بي فلوت الحاجه اللي قدرنا ان في specific types of IVF fluids contraindicated ان انا استعملها انها بتزود ال instance of acute kidney injury زائد ان specific types of IVF fluids ما اقدرش I cannot recommend specific ان انا استعمل حاجة معينة. لكن في حاجات اقدر don't recommend please don't recommend to use these. لكن otherwise we can use normal balanced solutions اي حاجة من الاختيار. ال vasopressors عندها نور ادرينال. تاني حاجة second of choice is vasopressor. ده اللي كان بيدور مني عنوان او التوك بتاعي في الـ CNT المرة دي وده كان my point of interest في الـ acute kidney injury. Thank you very much, doctor. شكرا يا فندم.